اهلا وسهلا بيكم في قناه ال اس تعليم اونلاين. النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعنا هيكون لسنه اولى ابتدائي، الوحده الثانيه في منهج الترم الثاني، وهي يونت 11. المنهج اللي احنا بنشرحه دلوقتي هو منهج كونكت، سهل جدا وما فيهوش اي حاجه. اضغطوا يلا سبسكرايب دلوقتي وفعلوا زر الجرس وكمان لايك على الفيديو ده، وبدون مقدمات يلا بينا بسرعه نشوف الوحده بتتكلم عن ايه. عندي اول حاجه هنا الكلمات sunny يعني مشمس، sunny، cloudy مغيم يعني مليان سحب كده بنقول عليها cloudy، بعد كده rainy ممطر، rainy، windy يعني عاصف يعني مليان رياح لما بيبقى في هواء كبير قوي قوي وكتير بنقول عليها windy، hot يعني حر hot، و cold يعني بارد. وبعد كده عندي بقى كلمات متكررة umbrella يعني شمسية umbrella، و today يعني النهاردة أو اليوم، واخر حاجه تو يعني ايضا، يعني مثلا زي ما اقول لك اي لاف يو فتقول لي اي لاف يو تو، انا كمان بحبك. بس كده خلاص نقولهم انجلش بسرعه: sunny، cloudy، rainy، windy، hot، cold، umbrella، today، تو. خلاص كده قلناهم بقى بالراحه وبسرعه وانجلش وعربي. نشوف الدرس نفسه. It's rainy today، الجو ممطر النهارده. I like rainy days، انا بحب الايام اللي فيها مطر. It's windy too، وكمان في رياح كتير. Wow, my umbrella. So هو هنا بيقول يعني ان الشمسية بتاعته هتطير خلاص، فتشويق وإثارة وحاجات من دي. طيب نشوف بقى الباقي. عندي هنا هكتب الكلمات بالشكل التقليدي بتاعي عشان ولادي يحفظوها، وبعدين هنماتش يعني هنوصل الكلمة بالصورة بتاعتها. وبما ان اللي متابعيني عارفين ان انا مش بحب اوصل بالخطوط، بناخد الرقم والكلمة ونحطه جنب الصورة. يعني مثلا نمبر 1 كولد هحطها جنب صورة كولد، وطبعا هنا دي نفس الكلمات اللي احنا لسه قاريينها، وهنبدأ ان احنا نوصلها بشكل طبيعي جدا مفيهاش اي حاجة. نشوف بعد كده supply. supply the missing letters يعني هشوف الحرف الناقص واكمله. windy y، cold l، cloudy u، hot o، rainy n، sunny n. زي ما انتم شايفين الاكسرسايزز شامله وبتخلي الولاد يحفظوا. عندي بعد كده choose the correct word، اختار الكلمه الصحيحه. it's cloudy طبعا ده بناء على الصوره. it's cold، it's rainy، it's windy، it's hot، it's sunny. بعد كده عندي بقى هنا point to the correct picture، المفروض ان احنا بنشوف الكلمة ونختار الصورة المناسبة ليها. sunny، windy، cold، cloudy. طبعا ما قلتش حاجة علشان انا مجرد بشاور على الصورة. نكمل. rainy، hot. وبعد كده write the words، نبدأ ان احنا نكتب الكلمات، وممكن نعملها كديكتيشن للولاد يحلوا الاكسرسايز ده كأنهم بيتملوا. sunny، hot، cloudy، cold، rainy، windy، نفس الكلمات تاني. واخر حاجة عندي هنا copy the following sentence، I like rainy days، هكتب نفس الجملة تاني ولكن بخط كويس. الامور سلسة، مش شايفة ان فيها تعقيد زي ما الناس بتكتب على الجروبس. عندي بعد كده lesson 2 هو عبارة عن phonics، بيفهمني ان M makes the sound M and W makes the sound W. وخلي بالكو هي بتتنطق W يعني double اتنين، و U اللي هي حرف ال U يبقى على بعضها W مش W. اوكي طيب نخلي بالنا بقى هنا watch، watch يعني ساعة يد، window شباك، windy لسه كنا واخدينها يعني عاصف في هوا كتير ورياح، moon م م moon القمر، map م م map خريطة، mom اللي هي ماما. يبقى أنا بالنسبة لي دلوقتي فهمت الفرق ما بين ال watch، window، windy and م sound اللي هي moon، map، mom. بس كده خلاص هنكتب الكلمات ونوصل، ونوصل يا ريت بالارقام مش بالخطوط عشان يعني شبكه العنكبوت بتبقى رائعه. وعندي بعد كده supply the missing letters، watch w and mom m، window w and moon o، windy i، map p. circle the correct word، هنبدأ ان احنا نعمل دايرة على الكلمة المظبوطة. mom، window، windy، map، watch، moon. الدنيا سهلة، بتهيالي ده اسهل فيديو انا سجلته في حياتي. يعني rearrange the letters، هنبدأ ان احنا نرتب الحروف عشان نعمل الكلمات مظبوطة. map،
moon, window, watch, windy, mom. عندي هنا بقى circle the odd one out, يعني هنبدأ ان احنا نعمل دايرة على الكلمة المختلفة. odd يعني different, مختلفة. فمثلا عندي number one, windy, cloudy, mom. windy و cloudy بيوصفوا الجو, ال weather, لكن mom هي المختلفة اللي فيهم, ال odd اللي فيهم. map, window, watch, كل واحدة فيهم بتبتدي ب و و sound, ما عدا map بتبتدي ب م sound. طيب number three, sun, rainy, moon. الشمس والقمر يبقى المختلف ما بينهم rainy, لأن دي حالة طقس مش حاجة معينة بقدر أشوفها. طيب عندي هنا write the words window, moon, map, watch, mom, windy. وزي ما قلت لكم الاكسرسايز ده ممكن نستغله بدل ما نملي الولاد ويحسوا برهبة الديكتيشن, لا خلوهم يحلوا ده لوحده واديهم عليه درجة. بعد كده بقى عندي هنا lesson 3, برضو معظم كلماته متكررة تاني. cloud سحابة, sky سما, sun شمس, rain مطر, rainbow اللي هو قوس قزح او قزح, انا مش عارفه بيتنطق ازاي باللغه العربيه, بس الالوان اللي هي بتاعه الطيف اللي بنشوفها في السماء دي اسمها rainbow. colorful, colorful يعني ملون او مزركش. blue ازرق, green اخضر, orange برتقالي, purple يعني بنفسجي, red احمر, yellow اصفر. يلا بقى نقولهم على بعض كده انجلش بس. cloud, sky, sun, rain, rainbow, colorful, blue, green, orange, purple, red, yellow. طيب عندي بعد كده بقى الدرس ذات نفسه, يعني الدرس ده ما اعرفش ليه وانا صغيره كنت بحبه بس الولاد في السن ده بيحبوه بس انا عندي مشكله معايا. يعني what's red and yellow, يعني لما احط الريد على اليلو هيطلعوا لي ايه؟ طبعا موجود عندي هنا orange, ممكن نحفظها بالستايل ده red plus yellow equals orange. فبيقول لي هنا red and yellow make orange, يبقى الاحمر والاصفر مع بعض بيعملوا اللون البرتقاني. what's red and blue, طب لو حطيت الاحمر على الازرق؟ فقال لي red and blue make purple, اللونين دول مع بعض بيعملوا اللون البيربل اللي هو البنفسجي او الموف, يعني whatever احنا بنسميه ايه. وبعد كده عندي هنا what's yellow and blue, لو حطيت الاصفر مع الازرق هيبقى yellow and blue make green, بيعملوا اللون الاخضر. بس كده خلاص فهمنا الالوان لما بنعملها مع بعض بتطلع ايه بالظبط. ممكن نعمل بيها اكتيفيتي بقى, يجيبوا الالوان فعلا ويطبقوا الموضوع ده هيبقوا مبسوطين وحاسين ان هو سحر سحر. بس انا ما اعرفش ليه, يمكن عشان ما كنتش بعرف احفظ, يعني انا كان عندي مشكله كبيره ان انا مش عارفه احفظ الاحمر مع الازرق يعمل ايه, وما كنتش حافظه حاجه في حياتي كلها غير ان الاحمر والاصفر بيعملوا اورنج عشان كنت بستخدمهم لما اللون يتقصف مني, لكن الاثنين اللي بعد كده دول ما كنتش بعرف احفظهم. بس يعني الولاد ما شاء الله يعني لقيتهم متحمسين قوي واحنا بنشرح وبنعمل الاكتيفيتي وكده. طيب عندي هنا بقى what's this, ايه ده؟ it's a cloud, دي سحابه. is it a red pen, هل ده قلم احمر؟ no it isn't. is it a rainbow, yes it is. بيفهمني هنا ازاي اجاوب ب no it isn't و yes it is, وارادي احنا كنا دخلناه في الجرامر بتاعنا, هسيب لكم لينك فيه كل جرامر سنة اولى. بصوا يعني الكتاب بتاع ملحق الجرامر لستاب اهيد اكتر من رائع وشارح كل ده, ازاي نسأل ب what's this, ازاي نسأل ب is و am و are, كل الحاجات دي بقى يعني باستفاضة قوي في الفيديوهات وشرح وحل وكل حاجة في اللينك اللي انا هسيبه لكم في صندوق الوصف. طيب عندي بعد كده بقى هنا let's معناها يلا بينا او هيا بنا whatever, بقى بنستخدمها عشان نقترح على بعض حاجة. لما اقول لك مثلا let's play outside, يلا نلعب بره, او تعالى نلعب بره. طيب let's لازم يجي بعديها الفعل في المصدر, يعني الفعل زي ما هو let's play, let's eat, let's go, let's drink, let's have fun, بحط الverb زي ما هو ما بزودش عليه اي حاجة زي ما هو, ده بنقول عليه infinitive. طيب بعد كده عندي بقى هنا الدرس ذات نفسه. hello Hannah, ازيك يا هانا؟ what's this, ايه ده؟ قلت لها it's a cloud, قلت لها دي سحابة. بعد كده قالت لها what's this, is it a red pen, ده قلم احمر؟ قالت لها no it isn't, لا ده مش قلم احمر. بعد كده هنا كده is it a rainbow, هل ده قوس قزح او قزح؟
قولي الصح على فكرة، قزح ولا قزح، يعني اكتبوا لي في الكومنتس عشان احسن قدام ان شاء الله. فقالت لها yes it is، ايوه. بعد كده قالت لها look it's a rainbow، بصي في بره اصلا السن في اللي هو الوان الطير دي ظاهره في السماء. فقالت لها ايه let's play outside، طب يلا بينا نلعب بره. وبس كده خلاص الدرس خلص، الولاد هيفضلوا يقروا ونبدأ ان احنا نصلح لهم في النطق بتاعهم، وبعد كده يكتبوا الكلمات ويخلصوا الماتش، ونعمل بقى supply yellow l cloud d blue u sun n orange g and rain n. اي حاجة بسرع فيها معناها ان انا لسه كنت قايلاها بالتصوير البطيء من دقيقتين تلاتة لو انتوا لسه داخلين الفيديو حالا. طيب بعد كده عندي هنا بقى red e rainbow b green e sky y purple p. طيب answer the following questions، هنبدأ نبص على الصور ونجاوب. what's this fault؟ it's rain. تمام. is it a cloud؟ yes it is. what's this؟ it's sun. is it a rainbow؟ no it isn't. الصورة اللي كانت قدامي دي مش rainbow. what's this؟ it's a rainbow. Is it a sky? Yes, it is. What color is it? إيه اللون اللي قدامي دلوقتي ده؟ It's purple. Is it orange? No, it isn't. طبعاً هي كل الحاجات زي ما قلت لكم مشروحة في الجرامر والإجابات إزاي نفورم الشكل بتاعها وكل ده، ارجعوا الفيديوهات ملحق الجرامر، أنا شرحة الجرامر بتاع سنة أولى كله في اللينك اللي موجود في صندوق الوصف. نبدأ بقى نشوف بعد كده هنا. Choose the correct words. What is this? It's a pen. Red and yellow make orange. Is it a sky? Yes, it is. Yellow and blue make green. Is it a rainbow? No, it isn't. Red and blue make purple. It is a moon? No, it isn't. بس كده خلاص خلصنا. Point the correct picture. نبدأ نشوف الصورة. Cloud, sun, sky, rainbow, rain. طبعا الصور اوضح بكتير في الكتاب من البي دي اف اللي انا مصوراه هنا. write the words blue orange yellow red rain sun rainbow sky green purple and cloud و copy the following sentence، نكتب نفس الجملة تاني ولكن بخط كويس. خلاص بقى عندي هنا كده الدرس الاخير بتاعي. دي المفروض seasons اللي هي فصول السنة. فاول حاجة يعني ايه فصل واحد من فصول السنة؟ بنقول عليه season. season. طيب ايه هما بقى اصلا الفور سيزونز اللي عندنا في السنة؟ عندنا اربع مواسم او اربع فصول. winter winter يعني الشتاء. spring spring يعني الربيع. summer الصيف. fall الخريف. نقولهم بقى انجلش بس. winter spring summer fall. winter spring summer fall. ونبدأ نقعد نغني بقى، ويعني الموضوع بيقلب بهرجالة شوية ولكن بيثبت معاهم ومبسوطين، ودي اهم حاجة. ايجيبت دي مصر كلها، الماب بتاعت ايجيبت كلها. يبدأ يقول كايرو يعني القاهرة، it's cloudy it's windy، يبدأوا يوصفوا الجو عامل ازاي. وان احنا نبقى عارفين مثلا I live in Cairo يعني ايه القاهرة، ما ينفعش يبقى مش عارف المكان اللي هو عايش فيه بالانجلش. ولو هو مثلا ساكن في اسكندرية ببدأ اعرفه ان Alexandria Luxor Aswan whatever، بشوف هو عايش فين، ولازم يبقى عارف اسم المدينة بتاعته بالانجلش علشان لما يجي يكتب عن نفسه او يعرف نفسه حتى بالانجلش. خلاص كده نكتب بقى الكلمات، نبدأ ان احنا نماتش، وبعد كده supply the missing letters fall l winter t summer m spring p point the correct picture summer fall winter spring. خلاص كده الدنيا زي ما انتم شايفين يعني بتخلص في ثواني اصلا. look and match طبعا الاكسرسايز ده انا ما حليتوش علشان ده بيبقى بالخطوط بقى، يجيبوا الكالرز نعمل كده كانه اكتيفيتي ويوصلوا كل حاجه بالفصل المناسب ليها. يعني مثلا لو نظاره الشمس دي اللي هي السان جلاسز هنوصلها بالسمر، ونوصلها في ولاد عملوها لي كمان في السبرينج، بقى شايف ان هو يعني مايكل جاكسون جدا، انا بلبس نظاره الشمس يعني طول الوقت. فعادي سيبوهم يختاروا اللي هم عايزينه. عندي مثلا هنا الايس كاب هوصله بالوينتر اند سو اون، خليهم بيجيبوا الكولرز ويلونوا مثلا كل خط بلون مختلف وكل فصل بلون وهكذا. يعني هتبقى هرجله حبتين ثلاثه ولكن هيبقوا حاسين ان هم بيذاكروا بطريقه ان احنا بنلعب والموضوع الطف بكتير بالنسبه لهم. طيب بعد كده عندي بقى هنا write the words winter spring summer and fall.
وكوبي ذا فولوينج سنتنس، هنكتب نفس الجمله تاني ولكن بخط كويس. خلاص عندي في الاخر بقى امتحانين اهم، خلوهم يحلوهم تماما لوحدهم وادوهم درجه عليهم علشان ابقى مقيمه بالظبط بنوتي او ابني فاهمين ايه من اليونت او ايه الحاجات اللي هم واعيين فيها. خلاص الوحده خلصت واليونت بالنسبه لي كان سهل جدا، من حتى من افضل الحاجات اللي انا سجلتها ومن افضل الحاجات اللي اشتغلتها مع الولاد. وبما ان احنا يعني بنبقى معظم الوقت لينا سيستم معين احنا بنشتغل، عمري ما خدت فيه حصه، يعني دايما كنت باخد معاه حاجه كمان. هو سهل ولطيف. يا رب كان الفيديو خفيف وسهل عليكم. لو شايفين اي حاجه سلبيه او ايجابيه في الفيديوهات يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس، لان الحاجات السلبيه بحاول اتجنبها والحاجات الايجابيه بحاول ان انا اعززها عشان اقوي المحتوى بتاعنا ونجدد منه اول باول. ما تنسوش ان شاء الله المبادره اللي احنا عاملينها في شهر رمضان، ان كل عائد الشانل بتاعتنا هيتضرب في 2 ويروح للاولاد في مستشفى الناس. الموضوع فارق معايا جدا جدا جدا. ممكن تتبرعوا بطريقتين. الطريقه الاولانيه ان انا هسيب لكم دلوقتي لينك موجود في صندوق الوصف وفي اول كومنت كمان، ازاي ممكن تتبرعوا لهم زي ما هم عاملين في الاعلان بتاعهم، ازاي ممكن تتبرعوا لهم عن طريق فوري او عن طريق رساله موبايل، او ان انتم حتى تحولوا لهم مبلغ عن طريق الحسابات في البنوك، او الطريقه الاسهل او انا لو مثلا ما عنديش القدره ان انا انزل البنك دلوقتي او ايا كان، تبداوا ان انتوا ان شاء الله زي ما قلت لكم تعملوا شير للفيديو ده، وكمان ان انتوا تعملوا لايك، تفعلوا زر الجرس، تفعلوا اكتر على القناه عندنا، لان اي عائد هيجي لنا ان شاء الله هيتضرب في 2 ويروح لهم. زي ما قلت لكم لو في مثلا اعلان ظهر ممكن ابدا ان انا اتفرج على اطول مده منه، لان ده بيزود عائد القناه. وان شاء الله هوريكم اول باول بالتفاصيل. انا كنت قايله قبل كده ان انا عايزه اعمل فيديو او اعمل سكرين شوت، بس في ناس قالوا لي حرام ما ينفعش، يعني لما تطلعي حاجه ما ينفعش ان انت تقولي هي ايه، فيا ريت تفيدوني. انا محتاره جدا. انا كنت عايزه اعمل سكرين شوت علشان نشجع بعض وعشان يكون في نوع من انواع المصداقيه، ولكن في ناس قالوا لي لا ما ينفعش تقولي انت اتبرعتي بقد ايه، اعملي اللي انت قلتي عليه وده بينك وبين ربنا واحنا واثقين فيكي واحنا متابعينك ومش عارفه ايه. فبقيت محتاره بصراحه. فاكتبوا لي في الكومنتس المفروض اعمل ايه وايه اللي انتوا تحبوه. انا في الاخر عايزه بس اقول للناس ان الموضوع فيه مصداقيه وان احنا في الاخر نشجع بعض على عمل الخير، وربنا يا رب يجعل الاولاد دول وكل اولادنا ان شاء الله في احسن حال. وشكرا جدا ليكم ولوقتكم ومع السلامه.